C'est bon? Salam alaikum. يوجد شوف انا نوري تاع 10 ل 10 راني مع ولدي يوسف هنا في لوبيتال راه كاتلني بلا تاي مشحر خاص بي حاجه مخا كون برملي واحد قهرو نقول كان هذا هو آخر مقطع نشر للفنان الجزائري بلاح بن زيان بروحه الكوميدية المعروفة وهو على سرير المرض بصحبة ابنه. كان ذلك قبل إعلان وفاته صباح اليوم بعد معاناة مع المرض. خبر الوفاة أثار حزنا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر. فبن زيان والمعروف بالنوري أمتع الجزائريين بأعمال عديدة على مر السنين الماضية، كما أبرزها عايش بالهف وناس ملاح سيتي والكثير والكثير من الأعمال الكوميدية الأخرى. لكن آخر أعماله وهو مسلسل عاشور العاشر كان الأكثر تأثيرا وتداولا. فالمصادفة الغريبة جدا هو أن وفاته في المسلسل متسمما في الحلقة 19 تزامنت مع وفاته حقيقية على أرض الواقع في لقطة تفاعل معها الجزائريون بشكل كبير. نتابع. خبر الوفاة كان قاسيا ليس على الجمهور فحسب بل على جميع زملاء وأصدقاء بن زيان، ودليل ذلك كان فيديو نشرته قناة الشروق الجزائرية يوضح التأثر الكبير لمشاركين ببرنامج حواري ورد عليهم نبأ الوفاة بشكل مفاجئ. نتابع. أن تأكدت المعلومة بأن بلاح بن زيان توفي رحمه الله. الله يرحمه. رحمه الله برحمته الواسعة. نقدم تعزينا لكل عائلة والعائلة الكمية في الجزائر. توفي على مستشفى. التعليقات كانت بالألاف، سنقرأ عليكم بعض هذه التعليقات. والبداية كانت لوزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة على حسابها على تويتر. في هذه التغريدة تقول وزيرة الثقافة: سيبقى بلاح علامة مضيئة في مسار الكوميديا الجزائرية، نتعلم منها فن التواضع والسخاء والمحبة، تعزية الخالصة لأسرته ولنا جميعا، نحن الذين تابعناه واستمتعنا بنبل روحه المعطاء وأحببناه. أما المخرج جعفر يوسف ففي هذه التغريدة كتب: كل الكلمات لا تعبر عن وجعي، فقدت اليوم أخي وصديقي مصدر إلهامي، إنسان رائع ينشر البهجة أينما كان، عزيز أفرحنا في كل أعماله، فقدتك اليوم وسوف أفتقدك دائما، ستبقى في قلبي إلى الأبد. أما عز الدين محمد فكتب في هذه التغريدة: فنان كوميدي وشاعر بأتم معنى الكلمة، أمتعنا في سلسلة عاشور العاشر، زرع البهجة والمحبة والبسمة بدوره الفكاهي، أثبت حضوره فرحله خسارة كبيرة للفن الجزائري. السلام عليكم. يوجد شوف أنا نوري تاع 10 ل 10 راني مع ولدي يوسف هنا في لوبيتال راه كاتلني بلا تاي مشحر خاص بي حاجة مخا كون برملي واحد قهرو نقول